مساء الفل على حضراتكم، ازيكم وازي اخباركم؟ ان شاء الله تكون الاحوال كويسه والامور تمام ان شاء الله. اتسالنا كتير جدا جدا على البقسماط السن، يعني جالنا اسئله كتير قوي على السوشيال ميديا، وكمان وقت ما كنا بنعمل الحلقات المباشر اتصل في اكتر من حد اتصل عايز البقسماط السن، فاحنا هنعمله النهارده مع بعضينا بطريقه سهله وجميله، وكمان مقادير هاديه وحلوه قوي، وهتلاقوها موجودة عندكم أو تحت أي بيت في عطار هتلاقوا عنده الحاجات دي موجودة. يعني الموضوع إن شاء الله يبقى بسيط وزي الفل. تعالوا نشوف مع بعضينا المقادير بتاعتنا عبارة عن إيه، وكمان وقت ما إحنا بنشتغل هنقول على شوية حاجات مهمة، وإنتوا عارفين كويس جدا إنه أكتر حاجة بتميز البرنامج إن إحنا مش بنعمل وصفة وخلاص، لكن بنتكلم علشان بعد كده حضراتكم. الحمد لله طبعا من ساعة ما البرنامج بدأ أو ما بديت تشتغل على التلفزيون من 2015 مع بانوراما فود لغاية النهاردة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله مفيش وصفة اتعملت حد جربها من البرنامج وطلع فيها مشكلة، وده طبعا فضل ونعمة من عند ربنا، ودي أكتر حاجة تهمني عشان بس دلوقتي محدش هيقدر يروح يشتري حاجات كانت تبوظ منه وتترمي. فأرجوكم ما تركزوش قوي في موضوع بس المقادير، لكن ركزوا في الحاجات اللي احنا بنقولها، المعلومات اللي بنقولها النهارده. لو رحت اشتريت شويه دقيق ولا حاجه زي كده، كيلو دقيق النهارده اقل كيلو دقيق لما بيكون معمول عليه عرض في سوبر ماركت بتلاقوه ب 20 30 جنيه، فيعني غير وقتنا وتعبنا والفرن فنركز في اللي بيتقال عشان ده مهم قوي. يلا بينا نشوف المقادير ونبدا نشتغل. كوبايه دقيق ابيض وكوبايه دقيق اسمر وكوبايه رده ناعمه، تمام. نص كوبايه زيت، عايزين تحطوا زيت زيتون مفيش مشكله، عايزين تحطوا زيت عادي برده مفيش مشكله، المتوفر عندكم شغال. نص كوبايه حليب او نص كوبايه ميه، نص كوبايه حليب او نص كوبايه ميه. اللبن ينفع تتبدلوه باي حاجه انتوا عايزينها، ميه او حليب او مثلا لبن من ذوع الدسم براحتكم خالص. وهحتاج معلقتين صغيرين سكر، نقدر نقللها، نقدر نخليها معلقه سكر واحده بس مفيش مشكله خالص، مش هيجرى حاجه. واتنين معلقه صغيره خميره فوريه وذره ملح خفيفه. تعالوا ندخل مع بعضينا على الشغل، وانا النهارده هشتغل معاكم بايدي مش هشتغل بالعجان عشان ننجز. اول حاجه هحط عندي كل ما هو باودر، الدقيق، الرده، والدقيق الاسمر والدقيق الابيض والرده والحاجات بتاعتنا كلها، معلقتين الخميره الصغيرين اهم، تمام. وهحط عندي، انا هحط معلقه سكر واحده بس مش اكتر من كده، اهي معلقه صغيره سكر والموضوع انتهى. وهنحط حبه ملح صغيره عشان يدوني بس نكهه للقمه اللي هناكلها، حبة ملح بصوا اهم على يعني في ايدي كده فتفوتة صغيرة. خلاص الموضوع. طيب اللي انا هعمله بعد كده هستخدم عندي اللبن، وبعد كده عندي الزيت، او سوري العكس، ادي اول حاجة انا هعملها اهي، هقلب كل الحاجات دي مع بعضها وهنزل على طول معانا بايه، بالزيت اهو. اوزع الزيت بالشكل ده، محتاج الزيت يدخل في كل الدقيق علشان يتظبط. ممكن تحتاجوا شويه ميه خفيفه وممكن ما نحتاجش، يعني على حسب العجينه بتاعتنا، تمام. هاخد كل المقادير بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اهو على اطراف صوابعي، هدخل الزيت بتاعنا في الدقيق. طيب ايه الفكره ان انا لازم اعمل الموضوع ده؟ علشان يطلع معايا البقسماط بعد ما اخلصه ويستوي يطلع معانا هش، ما اكلش لقمه سن او لقمه دايت زي دي وفي الاخر خالص برضه تطلع معانا مالها، تطلع معانا كانها حاجه عيش وطعمه مش لذيذ. الطريقه دي بتدي طعم حلو جدا وبتخلي الحاجه بتاعتي هشه وكويسه جدا جدا. طيب كده انا خلصت، هدوس عليها بالشكل ده، لو لقيتها متماسكه كده هعرف انها كده تمام وزي الفل. اهي ياسمين قدامك عشان عاوز تشوفيها، تمام. طيب كده اعرف ان البقسماط بتاعي ماله، الدنيا بتاعتنا تمام. خلاص كده اخد شويه اللبن اللي معانا، وزي ما قلت لكم ممكن نحتاج مثلا معلقتين ثلاثه ميه مش اكتر من كده، وممكن ما نحتاجش. حطيت اللبن كله اهو، هخلط كل القصه دي مع بعضها واشوف العجينه بتاعتي وصلت لغايه فين. اتلمت، شايفين ابتدت تتلم ازاي؟ اهي اتلمت وزي الفل، بصوا اهي اتعجنت خلاص، تمام الكلام اهو زي ما انتم شايفين اهي. خلاص يا جماعه ادي العجينه بتاعتي، العجينه السن بتاعتنا اهي. خلاص كده اهو اقدر اديها معلقتين ثلاثه ميه، ما يجراش اي حاجه خالص خالص خالص. اوكي هجيب حبه ميه بس، اخد معلقتين ميه مش اكتر من كده عشان العجينه بتاعتنا ايه تتظبط، معلقتين ثلاثه زي ما قلت لكم. بس الفكره كلها يا جماعه، اوبس، الفكره كلها في حاجه بس بسيطه تاخدوا بالكم منها في البقسماط السن اللي زي ده. هستاذنكم احنا مش هنعجن، انا يا دوب بس اللي انا هعمله
هلم العجينه بتاعتي اهي واديها، هنقول هنعجن قد ايه؟ مفيش دقيقه بالظبط، اللي هو هنشط حبه الجلوتين الموجودين في الدقيق الابيض اللي انا حطيته والموضوع انتهى. تمام؟ ما تقلقوش لو هي احتاجت حبه ميه تاني زياده مش هيجرى اي حاجه اطلاقا، نقدر نحط لها كمان معلقتين ثلاثه بس بالتدريج. لكن الفكره كلها ان انا مش عايز اعجن عجن العيش، انا مش عاوز اخليه يطلع معانا عيش في الاخر علشان يبقى معانا لسه عامل ايه؟ مدينا لسه الهشاشه اللي احنا عملناها في الاول خالص بتاعت الزيت، وان احنا نبس الزيت مع الدقيق. دي اول نقطه بالنسبه لنا مهمه قوي اهي. هعجنها العجنه اللي انتوا شفتوها دي، ما كملناش فيها دقيقه، اللي هو يا دوب بس باخد كل الحاجات مع بعضها. اهو خلصت العجينه بتاعتنا اهي، تمام الكلام. هسيب العجينه بتاعتنا ترتاح، احطها هنا في البوله واقفل عليها واسيبها ترتاح بس نص ساعه على الاقل. محتاجها كاني بخمرها، وده مهم جدا جدا في موضوع بقسماط السن علشان بس الخميره تنشط، فلما بتنشط بتخلي العجين يهش، يبقى هيش معايا اكتر، وكمان بيديني كريسب اكتر في البق، ما يكونش بقسماط كاني باكل عيش محمص او عيش ناشف. عيش المحمص احسن، لو عيش ناشف كاني بكسر حاجات فيه بقسماط كده بنجيبه من بعض الافران، بنيجي نقطمه نحس ان احنا بنقطم عيش ناشف، فدي من ضمن الحاجات اللي مش كويسه خالص. هغطيها ونسيبها ترتاح، ادونا ثواني نشيل الحاجات دي كلها ونرجع بعد شويه نشوف هنعمل انهي وصفه تاني وازاي نشكل بقسماط وازاي نسويه. خليكم معايا ثواني وارجع لكم. اوكي انتوا عارفين طبعا وشايفين ان احنا قدامنا هنا البقسماط، ده بقسماط السن، احنا عاملين حبه بركه، وفي واحد تاني كمان موجود في الفرن، ده ما بحبتش البركه، مش حبه بركه يعني، ساده. تمام كده؟ طيب العجينه بتاعتي بعد ما هعجنها واسيبها ترتاح، تمام، هبدا على طول ادخل في قصه التشكيل بتاعها. التشكيل بتاعها هنشكله بطريقتين عشان انتوا ما تتعبوش، خلاص كده عشان حضراتكم ما تتعبوش هنشكله مع بعض بطريقتين. هاخد العجينه بتاعتي بالشكل ده زي ما هي، شايفين التخمير عمل فيها ايه؟ ابتدى يقطعها. العجينه دي بتتقطع من التخمير مش زي ما انتم متخيلين العجين التاني، لان دي ما فيهاش مسامات، الرد او الديل الاسمر ما فيهوش مسامات زي الديل الابيض. الديل الابيض فيه الجلوتين فبيرفع معانا، تمام؟ لما تتحط حته العجينه دي في الصاج انتوا هتشوفوا الموضوع. طيب هاخد منها طرف بالمقطع بتاع العجين بالشكل ده، وهاجي واخده زي ما هو واحطه على الرخام من غير اي دي ولا حاجه زي ما انتم شايفين، وهبدا الفه بايدي بالشكل ده اهو. صوابع بتسند والكفه بتاعت ايدي هي اللي بتعمل ايه؟ هي اللي بتعمل الشغل كله اهو. واخدين بالكم يا جماعه؟ ادي البقسماطه بتاعتي اهي، بتكون بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو، وبتكون كلها متساويه وزي الفل و10 على 10 اهي. خلاص كده بحطها بعد كده في الصاج واسيبها تختمر في حدود ربع ساعه، ما تطولوش عليها في التخمير عشان ده بقسماط، ده مش حاجه تانية. ربع ساعه بالظبط، تمام، تخمير، وبتدخل بعد كده على الفرن. درجه حراره الفرن كام؟ في حدود 190 ولا حاجه زي كده، بتاخد معانا في حدود 10 دقائق، ما بتكملش ال 10 دقائق، من 10 ل 12 دقيقه دي لو طولت قوي، عشان بقول 10 12 دقيقه عشان الفرن بتاعتنا. خلاص طيب لو انا عايز اجيب بس صاج اهو احطه لكم هنا عشان تشوفوه، وهناخد البقسماط بتاعنا بالشكل ده. طبعا ده البقسماطه دي كبيره عشان تبقوا عارفين، احنا بنحطها في الصاج، وبعد ما الصاج بتاعنا بيكمل خالص، يعني الصاج بتاعي بكمله بقسماط بقطعها نصين، او اخد حته حته واعملها على قد ما انا عايز. طيب نقطه تاني، لو انا محتاج مثلا ما تعبش نفسي في البقسماط هعمل ايه؟ هاجي واخد العجينه بتاعتي زي ما هي كده شايفين اهي، وهفردها بالشكل ده، هتساعدني بس في التشكيل شويه، افردها بالطريقه اللي شفتوها دي، اجي واخد منها شريحه شريحه برضو بالطريقه دي، وابدا اني اعمل فيها ايه؟ ابدا اني اخدها واديها لفه بالشكل ده اهو. هتلاقوها اتلفت معاكم بسهوله جدا، الطريقتين ينفعوا وزي الفل و10 على 10. خلاص يا جماعه اهي، دي مثلا لو هي على قد الصاج على طول وتتحط بالشكل ده. عايزين تعملوها طويله مره واحده وتقسموها نصين شغال، عايزين تعملوها كده برضو شغال ما يجراش اي حاجه خالص. طيب هل نقدر نعمل حاجه تاني؟ اه نقدر نعمل حاجه تاني، اقدر اخدها شرايح بالشكل ده زي البريد ستيكس على طول، وبرضو اقدر احطها هنا في الصاج واسويها زي ما هي كده بالظبط. طبعا مع ان انا اسوي الاطراف، يعني اخلي الاطراف بتاعتي متساويه وشكلها شيك بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي اهو. خلاص كده ادي
الحاجات بتاعتها، تقدروا تعملوها باشكال زي ما انتوا عايزين. في الاخر خالص برضو ممكن اديها السمسم او حبه بركه، برضو ده شغال وده شغال. انا هلم العجينه دي عشان نبدا مع بعضنا ندخل في الوصفه الثانيه بتاعتنا. تمام، ناخد ده على جنب. بستاذنكم ثواني، بصوا بص على الفرن لان انا حاطط فيه صاج بقسماط برضو، قدامه بالكتير قوي دقيقه ويبقى جاهز. على ما نقول المقادير بتاعتنا بتاعت الوصفه الثانيه يكون صاج البقسماط بتاعنا عمل ايه؟ جاهز واستوى. طيب هنعمل البرازق، لانه برضو البرازق اتطلبت مننا كتير، سواء كان على السوشيال ميديا او في الكومنتات على البوستات بتاعت الفيسبوك. طيب البرازق بتاعتنا عباره عن ايه؟ تعالوا نشوف البرازق بتاعتنا عباره عن ايه. 3 كوبايات ونص دقيق، كوبايه زبده طريه، 3 معالق كبار لبن باودر، نص كوبايه دقيق سميد ناعم، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، وكوبايه سكر بودره، وبيضه، وطبعا هنحتاج فيها سنه فانيليا خفيفه. تمام كده. يهمني جدا في الموضوع ده حاجه لازم تاخدوا بالكم منها، وهي نوعيه الدقيق. في نوعيات دقيق بتلاقوها بتمتص الماده الدهنيه بتاعتنا وبتمتص كل السوائل الموجوده، فدي مشكله لازم تاخدوا بالكم من النقطه دي كويس قوي، لانه في ناس بتعمل حاجات وفي الاخر خالص تقول ان الحاجه بتاعتنا طلعت مش مظبوطه وفيها مشاكل وحاجات زي كده. فده بسبب ايه؟ بسبب ان احنا استخدمنا نوعيه دي مش جيده، بتمص الرطوبه من بتمص الرطوبه الموجوده كلها، فدي لازم ناخد بالنا منها كويس. طيب اول حاجه عملتها ان انا حطيت هنا الزبده مع السكر الباودر، وهنبدا على طول نعمل ايه فيهم؟ ايه؟ نضربهم ضربا مبرحا لغايه ما يبقوا كريمي، لان احنا هنعجن. وهضيف ذره ملح خفيفه، ذره الملح خفيفه على الحلويات بتعمل فرق حلو جدا جدا. واسمحوا لي برضو القي نظره ثانيه سريعه على الفرن علشان ما يتبهدلش مننا. اجيب الصاج البقسماط واجي لكم على طول. الله الله الله، شكله يفتح النفس وريحته كمان حلوه قوي. طبعا انتوا عارفين البقسماط ممكن تلاقوه دلوقتي كانه طري، بصوا طري، لو دوسنا عليه تحسوا ان هو طبعا ناشف من فوق، لكن لو ضغطنا عليه هتحسوا ان هو طري. البقسماط ما يجيبش معانا شغل غير بعد ما يبرد، يعني الصاج ده مثلا بارد، لو وسعت دي كده شويه ووريتكم حته من البقسماط ده، بصوا هتلاقوه عامل ازاي. بص هيما، هيما اللي معايا صح كده، بصوا يا جماعه اهو البقسماط عامل زي الرمله يا ابراهيم، صح كده؟ زي الرمله، هش جدا ودايب تقريبا. دي القصه بتاعتنا في البقسماط، عشان كده انا بنبه على حضراتكم دايما ارجوكم تاخدوا بالكم من قصه العجن، العجن بيعمل فرق كبير جدا معانا في الموضوع ده. طيب هناخد هنا الدقيق بتاعنا في بوله تاني كده، ناخد الدقيق وناخد السميد علشان دول اللي هيعملوا لنا التظبيطه بتاعت الموضوع كله، فلازم نقلبه. وناخد معانا معلقتين صغيرين بيكنج باودر، ادي واحده وادي كمان واحده، ونديها تقليبه بالشكل ده، وكده نبقى عاملين ايه؟ جاهزين ان احنا نبدا نشتغل في الحاجات بتاعتنا على طول. تمام يا جماعه اهو. تعالى انت بقى ياسمين على البقسماط الحلو ده على ما نظبط المضرب الكهرباء ونبدا نشتغل. طبعا الدست بتاع السكر البودر لازم يعمل كده. ماشي يا جماعه اهو. الزبده هي اللي هتعجن لي الموضوع، فلازم تتحط تمام وكويسه وتطلع معانا مظبوطه وتتضرب ضربا جيدا، دي لازم ناخد بالنا منها. ماشي يا جماعه اهو. هبدا انزل بالبيضه. ونكمل ضرب.
كل ما كانت الزبده بتاعتي بقت كريمي ولونها هفتحها اكتر، كل ما هتعجن معانا كويس وهتبقى هشه كويس وهتديني كمان نتيجه هايله، فدي اكتر حاجه مهمه. تمام الكلام. تقريبا احنا كده عملنا ايه؟ خلصنا ضرب الزبده. نيجي بعد كده ناخد معانا هنا اللبن الباودر على الدقيق برضو، تمام يا جماعه، وندي له تقليبه وننزل بكميه الدقيق واللبن الباودر ودقيق السميد معانا هنا في البوله بتاعتي. تمام الكلام، وندي هنا تقليبه وكده بالنسبه لنا البرازق بتاعتي مالها تقريبا جاهزه. هستأذنكم تدوني ثواني بس هخلط الحاجات دي مع بعض ونشيل الحاجات دي كلها. انا كده محتاج السمسم ومحتاج بس لو عندنا حبه مكسرات شغال، ما عندناش خلاص هخلط الحاجات دي مع بعض واشيل القصه دي ونيجي مع بعضين نشكل برازق ونشوف هنقدمها ازاي او نسويها ازاي ونظبطها مع بعض. ثواني وخليكم معايا وارجع لكم. اوكي احنا رجعنا تاني لحضراتكم، انا بس بشيل البقسماط اللي في السجاد ده علشان نبدا على طول نشكل برازق مع بعضينا. زي ما انتم شايفين البقسماط شكله بصراحه يفتح النفس اهو، ادي البقسماط هنا تمام كده يا جماعه والبرازق بتاعتنا، ونشيل ده من هنا وكده ايه تبقى الدنيا تمام. وطبعا ممكن نقدم حبه جبنه زي دول معاهم بقسماط سن، يبقى شويه جبنه بخيار وحاجات زي كده. يلا ندخل على تشكيل البرازق ونشوف هنشكلها ازاي. صاج مدهون دهان خفيف وحبه سمسم ابيض حلوين زي دول، ولو عندنا حبه فستق حبه سوداني حبه حاجه زي كده، الا ان البرازق هي بتاخد بس مجرد السمسم والموضوع انتهى. بعد ما عجنت العجينه بتاعتي هعمل ايه؟ هي واخده العجينه بتاعتنا اديها راحه 10 دقائق في الثلاجه، خاصه لو الجو صيف، خاصه لو الجو صيف هتتغلف تدخل الثلاجه تمسك شويه وبعد كده هطلعها هبدا استخدمها تبقى معانا العجينه بالمنظر ده بالظبط. تمام احنا عملنا العجينه دي وعملنا منها جزء البرازق بتاعنا وسيبنا منه شويه علشان بس ايه تحسبا ان احنا نلاقي العجينه محتاجه ترتاح ولا حاجه. في الشتاء ممكن العجينه ما ترتاحش، ممكن نشتغل بيها على طول. هعملها زي حبه عين الجمل كده مثلا، وبعد كده هعمل فيها ايه؟ اخدها هنا عندي على السمسم مباشره اهو. سمسم فوق وتحت واغطسها تغطيصه محترمه خلاص كده، واجي واخدها هنا عندي في الصاج وهضغطها بايدي بالشكل ده اهو. تمام يا جماعه اهي. مرة كمان ناخد واحدة زي دي كده اهو. ريحة البقسماط عاملة قلبان حقيقي، عاملة قلبان ماشي. ادي واحدة من البرازق نرميها هنا في السمسم بتاعنا على طول اهو، واجي واخد البرازق بتاعتنا جنب التانية واضغطها بالشكل ده بحيث انها تعمل معانا ايه تبقى بنفس السمك. سمك البرازق مهم جدا عشان يطلع كله مستوي مظبوط وتمام، لكن لو هي قطرها كبير ما تفرقش مش مشكله خالص، القطر الكبير مش قضيه، لكن لو هي سمكها اكبر واحده اكبر واحده ارفع لا هتتبهدل مننا وهتبوظ خالص. تمام يا جماعه انا مش هعمل تاني عشان كده وقت الحلقه بتاعنا خلص. طيب البرازق هتدخل معانا على الفرن درجه حرارته 180، هتاخد معانا بالظبط 12 13 14 15 دقيقه، دي لو زادت قوي بس ما تزودهاش عشان ما تحجرش منكم، هتطلع معاكم محجره هتبقى مشكله كبيره جدا. ممكن تاخد معاكم لونين زي دول، ادي لون وادي لون. انا شخصيا بحب اللون الغامق ده شويه، بيبقى ناطي كده وجميل، ناطي اللي هو تحس ان انتوا بتاكلوا حاجه زي ما تكون حاجه، عارفين الحاجه المتحمصه الجميله دي، هي دي بالظبط اللي انا بقصدها. ممكن تاخد معاكم اللون الاصفر الذهبي مفيش مشكله خالص وتشتغل معاكم زي الفل. كده احنا الحلقه بتاعتنا خلصت. بصوا البرازة عامله ازاي دايبه اهي، تعالى اجيب لكم واحده تاني كبيره عشان تشوفوا. بص يا ياسمين اهي لو عملتها كده حطيتها على ايدي، بص بص وعملت لها كده اتفتفتت كلها يم بالظبط كده. اوكي انا بشكركم جدا للمتابعه واتمنى تكون الحلقه افادتكم ودي اكتر حاجه مهمه وعجبت حضراتكم. اشوفكم في حلقه جديده من برنامج الفطاطري، وما تنسوش الفطاطري مش مجرد وصفات. باي باي.
لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.